ادهم خادم هو الاقرب. ضربة جزاء لمصلحة النادي الاهلي في توقيت ممتاز جدا، الدقيقة 17 هنا معتز ياسين يستعد. ضربة جزاء للاهلي، هنا مراد ينجح ويحرز اول الاهداف، جول لمصلحة الاهلي. النقطة الواحدة لا تكفي الاهلي، بالتالي اللاعبين يعلمون ذلك جيدا، انعكس على اداء اللاعبين كما نشاهد في ارضية الميدان. يزال غراب لمنقولة جميلة في الامام، خطيرة، جول للاهلي الثاني لمصلحة الاهلي. الصد احمد العرسان يتقدم، احمد يتقدم، احمد تسديده قويه، جول، ولا اجمل من احمد العرسان، يقلص الفارق للنادي الفيصلي. اعتدنا على مشاهده هذه الاهداف الجميله دفاعيا ممتاز وهجوميا ايضا، هذا الهجومي كان موجود وحاضر، وهنا محمد العكاش، أول أهداف محمد العكش مع النادي الفيصلي الذي صام كثيرا واستطاع الآن إحراز تاسع أهداف هذا اللاعب، وأول أهداف محمد العكش مع النادي الفيصلي ليعادل النتيجة في هذا التوقيت. إلى باتجاه إحسان، إلى يوسف، إلى أكرم، أكرم ملعوبة، وهنا خطيرة، الفيصلي. ما الذي يحصل في هذه الدقائق؟ يقلب الطاولة الفيصلي على الأهلي في الشوط الثاني. الهدف الذي أحرزه مدافع الأهلي بعد العرضية التي لعبها أكرم سوي، وهنا الغضب وعدم الرضا من المدرب ماهر البحري، يعني بعدما لعب الأهلي في الجهة اليسرى عند إبراهيم الزواهري، يعود إلى معتز والضغط على معتز، وهنا خطأ، خطأ، أوه، يعادل النتيجة الأهلي في هذه اللحظات. معتز ياسين يعطي الهدية للأهلي ويمرر لهم الكرة ويقول لهم هيا احرزوا ثالث الأهداف. الأهلي يعادل النتيجة بخطأ كان